مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي المتجدد يوميات جامعية. اليوم لمزيد عن الساعة بإذن الله سأكون معكم محدثكم أنس بن أحمد في فقرات جديدة نستعرض فيها وإياكم أبرز أخبار جامعاتنا السعودية في مملكتنا الحبيبة. نبدأ الحلقة كالعادة بالعناوين. دورات صيفية باللغة الإنجليزية بجامعة طيبة. ركن اللغة العربية بمعرض سيول يجلب الكوريين لكتابة أسمائهم بحروف عربية. وفي مانشستر نادي الطلبة السعوديين يبايعون الأمير سلمان بن عبد العزيز وليا للعهد. محطة الموهبة التالية موهوب برنامج الإمام الصيفي في ضيافة يوميات جامعية. أبرز العناوين استمعنا إليها وإياكم مشاهدينا الأعزاء. أولى فقراتنا كالعادة يمتعنا فريق الإعداد في يوميات جامعية بأهم أخبار الجامعات في هذه الجولة الإخبارية في أخبارك. إليكم. دورات صيفية لتعليم الإنجليزية في جامعة طيبة. تنظم جامعة طيبة بالمدينة المنورة ممثلة في مركز اللغة الإنجليزية بعمادة الخدمات التعليمية يوم السبت القادم دورات صيفية للفصل الصيفي 32-33. وأوضح عميد الخدمات التعليمية بالجامعة الدكتور وليد بن بلهيش العمري أن هذه الدورات تتضمن مقدمة عملية في الكتابة الأكاديمية باللغة الإنجليزية وتحسين التحدث باللغة الإنجليزية وبرنامج الإعداد لاختبار التوفل، مشيرا إلى أنها تستهدف منسوبي الجامعة من إداريين وأكاديميين. وأفاد أن البرنامج يسعى إلى تقديم دورات مخصصة للمتدربين الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم في مختلف المجالات التدريبية وإعطاء جرعة مكثفة من تدريس اللغة الإنجليزية باستخدام مناهج جامعة كامبريدج الدولية لتقديم البرنامج المتقدم لإعداد اختبار التوفل والتركيز بشكل رئيس على تحفيز الطلاب للانخراط في البرنامج لاكتساب مهارات كالاستماع والقراءة والكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية. إطلاق برنامج 2+4 تعاون بين جامعة طيبة وجامعة أمريكية. كشف معالي مدير جامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتور عدنان المزروع أن الجامعة تنوي إطلاق برنامج 2+4 الذي يؤهل الطالب لدراسة 4 سنوات في كلية طب الأسنان وسنتين في إحدى الجامعات المتقدمة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح الدكتور المزروع أن الجامعة تسعى إلى تطوير البرامج الأكاديمية في الكليات التطبيقية خصوصا وكليات الجامعة عموما من خلال البرامج المختلفة ومنها برنامج 2+4، لافتا إلى أن الجامعة أطلقت سابقا برنامج 3+1 بين كليتي الهندسة في جامعة طيبة وجامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية، وهو ما نتج عنه فوز أحد طلاب الجامعة بجائزة من شركة الطيران المعروفة بوينغ عقب فوز مشروع تخرجه بجائزة الشركة، لتكون جامعة طيبة أول جامعة سعودية تطبق مثل هذه البرامج المتميزة التي تسهم في رفع مستوى الطلاب وطالبات الجامعة. جامعيات يسبقن الصحة في تنظيم بنوك الدم وتحصين المواليد. سبقت خريجات كليات العلوم بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الجهات الصحية في المملكة بأفكار من شأنها تسهيل تقديم الخدمة الصحية على شبكة الإنترنت والمساهمة في الحفاظ على صحة المواليد عبر برنامج إلكتروني يهتم بتذكير الآباء والأمهات بمواعيد التطعيم الخاصة بأطفالهم، وذلك من خلال مشاريع تخرج قدمنها في آخر سنة دراسية لهن بالجامعة. وأوضحت عميد الكلية الدكتورة فدوى بنت سلامة أبو مريفة أن تميز الخريجات كان واضحا من خلال مشروعات التخرج التي كان أبرزها نظام التحصين عن طريق الإنترنت،
وفكرته قائمة على تصميم وتنفيذ نظام لإدارة المعلومات في وزارة الصحة لجمع وتخزين واستخدام البيانات بعد الولادة لجميع المستشفيات في المملكة، بحيث يقوم النظام بتتبع تواريخ الميلاد وجداول التطعيم وتخزينها، ما يسمح لموظفي الوزارة لإدارة النظام من خلال شبكة الإنترنت، بما في ذلك وظائف واجهة محرك البحث، مشيرة إلى أن النظام يوفر الجدول التلقائي وتذكير أولياء الأمور بالتطعيمات حين استحقاقها لأطفالهم. ومن بين مشاريع التخرج التي قدمتها طالبات كلية العلوم مشروع يتعلق ببناء قاعدة بيانات مصغرة لبنوك الدم، والذي يهدف طبقا لما أوضحته أبو مريفة إلى تطوير قاعدة بيانات النموذج الأولي لبنوك الدم، وسيكون مفيدا في مختبرات المستشفيات، حيث يتم إجراء الاختبارات المناسبة للحد من مخاطر نقل الدم للأحداث ذات الصلة. وسيشمل المشروع على البيانات اللازمة من المتبرعين بالدم ومدة صحتها، إضافة إلى مشروع آخر بعنوان علم تشفير المعلومات، وتتلخص فكرته في إعداد برنامج لإخفاء الرسائل النصية داخل ملفات الصوت الموجية، ومشروع آخر يعمل على إخفاء رسائل صوتية قصيرة داخل صورة رقمية. مهارات فن الحوار بجامعة طيبة. تدرب موهوبو جامعة طيبة بالمدينة المنورة المشاركون في برنامج العلوم والتكنولوجيا المتطورة الذي تنظمه الجامعة وترعاه مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، مساء أمس الأول على مهارات في فن الحوار والانفتاح ضمن البرنامج العام للملتقى العام حاليا ولمدة أسبوعين قادمين. وتشمل الأنشطة محاضرة في الانفتاح وكيفية التعامل معها ومفهومها من الناحية التربوية والناحية التقنية، بالإضافة إلى دورة في تنمية مهارات الاتصال في الحوار وكيف يمكن للشاب أن يتحاور مع عائلته وزملائه، وأبرز النقاط الإيجابية التي يحصل عليها الشاب من خلال الحوار. الخط العربي يجتذب الكوريين لتسجيل أسمائهم باللغة العربية. أطلق نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد بن محمد السيف بحضور وكيل وزارة الثقافة والإعلام للعلاقات الدولية والثقافية عبد الرحمن الهزاع وعدد من الشخصيات الكورية في مركز الفنون الكوري في العاصمة الكورية سيول أمس الأسبوع الثقافي السعودي، الذي تضمن معرضا للفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي والخط العربي وعددا من الورش الفنية والندوات التي تستمر 5 أيام. وأوضحت المشرفة على المعرض الفنانة علا حجازي أن المعرض لاقى حضورا لافتا من الكوريين والذين أبدوا إعجابهم بما وصل إليه التشكيل السعودي من تطور خلال السنوات الأخيرة. وقالت: امتاز المعرض التشكيلي الفوتوغرافي لهذا العام بتنوع الطرح وإبراز خصوصية كل فنان، وأشارت إلى أن المعرض يشارك به عدد من الفنانين السعوديين وهم عبد الله حماس وفهد الحجيلان وعثمان الخزيم وعلا حجازي، فهد الخليف ومحمد رباط ومحمد الشهري ومحمد جاد وهبة عابد وأمل فلبان. من جهتها أوضحت المصورة الفوتوغرافية تغريد الوزنة أن الصور الفوتوغرافية المشاركة أظهرت الوجه الحضاري للمملكة، وقالت: يضم الجناح أكثر من 30 صورة فوتوغرافية التقطت من مواقع عديدة في المملكة. وفي المعرض قدم الخطاط إبراهيم العرافي شرحا للزوار عن أنواع الخطوط العربية، إضافة إلى تقديم ورشة عن الخط العربي بمشاركة الخطاط عثمان الخزيم، كما قام بكتابة اسم الزائر لجناح المملكة باللغة العربية على الصورة التي يختارها من بين اللوحات التشكيلية والصور الفوتوغرافية العديدة في الجناح. كما شاهد الزوار عرضا لأفلام وثائقية عن المملكة، إضافة إلى حضور المحاضرات والندوات وورش العمل التي تعرف بالثقافة السعودية. وأوضح الخطاط العرافي أنه وبالرغم من صعوبة اللغة الكورية إلا أنه استطاع أن يسجل أسماء الراغبين باللغة العربية. وقال: أكثر الخطوط استخداما الخط الديواني الجلي والثلث بالنسبة للزوار اليابانيين، مشيرا إلى أن هذه الأنواع تمكن من كتابة الأسماء في حيز صغير وبشكل فني أشبه بالشعار أو اللوجو، مع توظيف العديد من الألوان في كتابة الاسم. 53 كاميرا مراقبة لضمان سير العملية الأمنية بجامعة الملك خالد.
دشن وكيل جامعة الملك خالد الدكتور مرعي القحطاني مشروع كاميرات المراقبة بالجامعة بحضور عدد من مديري القطاعات العسكرية بمنطقة عسير، ويعد المشروع من أحدث برامج المراقبة الأمنية العالمية، حيث يغطي مواقع وإدارات وكليات الجامعة المرتبطة بغرفة التحكم والمراقبة والمتضمنة أكثر من 353 كاميرا لضمان سير العملية الأمنية بالجامعة. بحث نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد بن محمد السيف أمس الأول في العاصمة الكورية سيئول مع المبتعثين إلى كوريا كافة الفعاليات الخاصة بتفعيل برامج دراستهم، كما استمع إلى ما يواجهونه من مشكلات ومعوقات تعترض سبل دراستهم وعيشهم في الجمهورية الكورية. وأكد الدكتور السيف في بداية اللقاء أن الدراسة في كوريا تعد فرصة مميزة بالنظر إلى حجم التبادل التجاري الاقتصادي بين المملكة وكوريا وما يوفره من فرص عمل كثيرة للمبتعثين، وحث الطلبة على أداء دورهم في نقل الجوانب الإيجابية في الثقافة الكورية إلى المملكة، خاصة الدقة والإتقان في العمل والانضباط واحترام الوقت، ثم استمع إلى أبرز المشكلات التي يواجهها الطلبة والتي كان من أبرزها الحاجة إلى تعلم اللغة الإنجليزية إلى جانب العربية والكورية، ووجه معاليه الملحقية بإلحاق من يرغب من الطلبة المبتعثين في دورات لتعلم اللغة الإنجليزية على حساب الوزارة، كما وعد معاليه بمراجعة أسعار الصرف للمكافأة بما يراعي مصلحة الطلاب. وطرح رئيس نادي الطلبة السعوديين في كوريا المبتعث عبد الرحمن العمودي مشكلة عدم توفر مقر للنادي، فوجه معاليه الملحقية باستئجار مقر للنادي، كما وعد الطلاب المبتعثين من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بالتواصل مع المؤسسة والعمل معا على حل المشكلات التي يعانون منها. فتح باب التسجيل للطلاب بكلية ينبع الجامعية. أعلنت كلية ينبع الجامعية فتح باب التسجيل للطلبة المستجدين والمحولين من جامعات أخرى بنين وبنات للفصل الدراسي الأول لعام 33-34 ابتداء من السبت 3-8-33 وحتى الأربعاء 7-8-33 عبر الرابط الإلكتروني www.yuc.edu.sa. وتتيح الكلية الدراسة في تخصصات علوم الحاسب الآلي وهندسة الحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية وإدارة الأعمال والمحاسبة وهندسة التصميم الداخلي واللغويات التطبيقية. وأوضحت الكلية أن الدراسة في الكلية تستمر 5 سنوات، منها السنة الأولى التحضيرية، ويدرس فيها الطالب مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والحاسب الآلي والفيزياء والمهارات الدراسية والتربية الرياضية، مشيرة إلى أن الدراسة تتخللها مواد تطبيقية في المعامل وبرنامج تدريبي. حياكم الله مشاهدينا الأعزاء، استمعنا وإياكم إلى أبرز أخبار جامعاتنا السعودية، كذلك من الأخبار التي لم يتم قراءتها في فقرة أخبارك. فتح باب القبول الإلكتروني للعام الجديد بجامعة الإمام وذلك غدا بإذن الله، حيث أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فتح باب القبول والتسجيل للطلاب بالجامعة في الفصلين الأول والثاني من العام الدراسي 33-34 وذلك اعتبارا من يوم الخميس 8 شعبان الجاري عبر موقعها الإلكتروني. وأوضح عميد شؤون القبول والتسجيل الدكتور سعد بن عبد العزيز القصيبي أنه سيتم القبول أو قبول الطلاب عبر البوابة ابتداء من تقديم طلب الالتحاق على الإنترنت وانتهاء بإرسال الملفات للطلاب المقبولين عبر البريد الممتاز مجانا على حساب الجامعة دون الحاجة للحضور إلى مقر الجامعة إطلاقا إلا في حالة الترشيح لكلية الطب التي تتطلب استكمال الإجراءات في الجامعة. وستتم إجراءات القبول للطلاب وفق البرنامج المذكور لكليات الجامعة عدا كليتي الطب واللغات والترجمة.
وبين الدكتور الكصيبي أن بوابة القبول الإلكترونية للطالب تتيح له الاطلاع على الدليل الإرشادي الذي يوضح التخصصات والشروط وكيفية التقديم وتسلسل إجراءاته وتعبئة طلب التقديم في الوقت المحدد وترتيب الرغبات التي تتوافق مع مؤشرات الطالب التحصيلية والتواصل مع البوابة ومعرفة نتائج القبول ومواعيد إرسال الملفات عبر البريد الممتاز عن طريق رسائل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية SMS عبر الجوال. وكشف عميد شؤون القبول والتسجيل بالجامعة الإجراءات المنظمة للتقديم للقبول الإلكتروني، وهي اجتياز الطالب اختبار القدرات العامة الذي يجريه المركز الوطني للقياس والتقويم، شرط رئيس لكافة تخصصات الجامعة، واجتياز الطالب الاختبار التحصيلي الذي يجريه المركز الوطني للقياس والتقويم، واجتياز الطالب الراغب في كلية الطب اختبار القدرات في اللغة الإنجليزية STEP الذي يجريه المركز الوطني للقياس والتقييم، بالإضافة إلى تعبئة طلب الالتحاق بالجامعة عبر بوابة الخدمات الذاتية لقبول الطلاب بجامعة الإمام عن طريق موقع الجامعة أو عمادة القبول، مع تعبئة طلب الالتحاق من خلال موقع بوابة القبول الإلكترونية لكلية الطب حسب المواعيد المعلنة www.imamu.edu.sa. وأشار إلى أنه بعد الانتهاء أو انتهاء المدة المحددة للتقديم الإلكتروني ستتم معالجة طلبات القبول عن طريق المفاضلة بين المتقدمين تنافسيا وفق النسب المكافئة والرغبات وتوافر المقاعد، وسيتم إعلان أسماء المقبولين على دفعات عن طريق موقع الجامعة ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية SMS عبر الجوال لإبلاغ الطالب عن الكلية والمسار أو التخصص الذي يتم ترشيحه للقبول فيه، مشددا على أن على الطالب المرشح للقبول أن يبادر بطباعة إشعار ترشيح القبول واستمارة طلب الالتحاق من موقع البوابة الإلكترونية وتوقيعها ثم إرسالها مع المستندات المطلوبة عبر البريد الممتاز في الموعد المحدد. وأضاف الدكتور الكصيبي بأن الطالبات سيتم قبولهن كالمعتاد، وسيكون قبول الطالبات عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الحكومية في الرياض، وستكون بداية التقديم على البوابة يوم الخميس 8/8/33 وفق الجدول الزمني على البوابة الإلكترونية الموحد. طبعا هذا من الأخبار الجميلة حقيقة مشاهدين الأعزاء، وهو ربما وصلنا أيضا خبر جامعة الإمام والتسجيل عبر بشكل إلكتروني، وهذا يعتبر كما ذكرنا في أكثر من حلقة أنه تقدم لجامعة الإمام والجامعات السعودية، وهذا ما كنا ننشده. كذلك مشاهدين الأعزاء من الأخبار في جامعة نجران، حيث تعلن الجامعة عددا من الوظائف الشاغرة. أعلنت جامعة نجران اليوم عددا من الوظائف الشاغرة التي ترغب في شغلها عن طريق المسابقة العامة، وتشمل الوظائف الشاغرة مراتب عدة من 9 وحتى 4. وبيّنت الجامعة أن التقديم على هذه الوظائف سيبدأ السبت المقبل ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 14/8/33 عبر الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu.edu.sa، وذلك ضمن الضوابط والشروط الخاصة بكل وظيفة والتي ستكون مفصلة على الموقع الإلكتروني. واشترطت الجامعة على الموظفين الراغبين في التقدم للمسابقة من داخل الجامعة إحضار بيان خدمة لمن خدمته أكثر من 2 في مجال الوظيفة نفسه. أما الموظف الحكومي من خارج الجامعة فيعامل بالمؤهل فقط، وأشارت إلى أن القدرة في أي وظيفة تعتبر بشرطين، هما دورة لمدة 6 أشهر أو خبرة في مجال الوظيفة نفسه مصدقة من التأمينات الاجتماعية لمدة 1 سنة على الأقل. طبعا ذلك مشاهدين الأعزاء مع وجوب أن تكون خبرات موظفي القطاع الخاص مصدقة من التأمينات الاجتماعية وإحضار مشهد في مجال
الوظيفة نفسه المتقدم لها وترسل صور المؤهلات والخبرات فقط، ولا يحق للمقدم أو المتقدم عفوا استرجاعها أو طلبها من الجامعة بعد تقديمها. كما نبهت إلى أنه لن يقبل أي ملف لم يتم تسجيله بالموقع، كذلك أي ملف يصل بعد نهاية فترة التسليم. وهذا الخبر ورد عبر وكالة واس. طبعا لا شك أنه هناك كثير من الجامعات لديها وظائف شاغرة، وربما تكثر الوظائف خاصة في نهاية هذا العام الدراسي الماضي 32-33. مشاهدينا الأعزاء، هذه أبرز الأخبار التي وردت معنا. فاصل قصير نتابع بعده وإياكم باقي فقرات يوميات جامعية، ابقوا معنا.
مرحبا بكم مشاهدين الأعزاء من جديد في متابعة لفقرات برنامجكم يوميات جامعية ولحلقة الليلة. نستمر حقيقة في تغطية برنامج موهبة، لكن هذه المرة لدينا استضافة لطلبة مشاركين في برنامج موهبة جامعة الإمام 1433 للهجرة. أسعد حقيقة بالطلبة نواف المدوي، حياك الله، وأنت من خميس مشيط ومشارك في برنامج موهبة في جامعة الإمام. نعم، حياك الله نواف. الله يحييك. وكذلك ياسر خوجة من جدة ومشارك في برنامج موهبة. نعم. أيضا في جامعة الإمام. نعم. طب خلينا نبدأ معك نواف، كيف وجدت برنامج موهبة؟ وطبعا أنتم لا شك أن مشاركتكم جاءت في المحاور الصحية الثلاث التي طرحتها جامعة الإمام. نعم. كيف بدأت المشاركة بداية من المدرسة؟ في البداية كانت ترشيح المعلم للطالب. ثم أقيم اختبار. يعني مدرسكم في المدرسة هو اللي رشح؟ نعم. مدرس أي مادة؟ المسؤول عن رعاية الموهوبين في المدرسة.
أها. نعم. نعم. عادة توكل لأحد مثلاً لأحد المدرسين. نعم. جيد. في كل سنة يبدو لي يكون هناك مدرس. بعض الأحيان يستمر المعلم، بعض الأحيان يغير. نعم. جيد. هو اللي رشحك لهذا المكان. ورشحت وأربع طلاب معي إلى ذاك الاختبار. حدد موعد الاختبار. حضرنا في هذا اليوم للاختبار. طبعا رشحوا أيضا الطلاب الذين قاموا بالاختبار في برنامج موهبة. طيب جيد، كيف وجدت الاختبار ياسر؟ بصراحة الاختبار كان يعني منوع من كل الجهات يعني. طبعا أنا يعني يبدو لي ياسر أنت في المتوسطة لازم. أي نعم في المتوسطة. أنت ترفيع ثالث الآن. الآن ثالث متوسط إن شاء الله أولى ثانوي السنة الجاية. ما شاء الله الله يوفقك. ونواف أولى ترفيع ثاني. أي لكن أنا اختبرت قياس موهبة في ثالث متوسط إلى أولى ثانوي. أها. أي نعم. يعني قديم من سنة تقريبا. أي نعم أنا السنة راحت والسنة هذه. هذه ثاني مرة يعني. أنت قدمت الاختبار مرتين. لا المرة الثانية بدون اختبار رشحت على طول مباشرة. ما شاء الله. طيب والمرة الأولى ليش ما رشحت؟ ما تجاوزت الاختبار يعني؟ المرة الأولى لا اختبرت ورشحت. المرة الثانية بس ما شاركت. إلا شاركت ما شاء الله. هذه النسخة الثانية في أي جامعة كانت؟ جامعة الإمام. ما شاء الله. وياسر كيف؟ أول مرة لي في جامعة الإمام. أول مرة. الحمد لله. طيب حدثنا عن الاختبار ياسر، كيف وجدت الاختبار؟ الاختبار والله يعني من كل النواحي، علمية، حياتية، رياضيات، علوم، يعني كان اختبار يعني قدراتك انت ايش تقدر تقدم في هذا الاختبار تقدمه. الحمد لله كان بسيط يعني، بصراحة كان بسيط وبسهولة يتم اجتيازه يعني. الحمد لله جبنا نتيجة كويسة وحصلت على نسبة معينة. فوق جبت 727 الحمد لله من 800 والله أعلم. ما شاء الله. الحمد لله طلعنا البرنامج يعني. الأسئلة كانت سهلة؟ معظمها كانت سهلة يعني. ما عادة يمكن يعني جزئية بس يعني في الرياضيات يحط يعني شوية كيف صعوبة يعني. جيد. طبعا أنتم كلاكما ياسر ونواف ربما اخترتوا المحاور الصحية وهذا كان اختياركم في الاختبار المقدم أو مثلا تقديمكم لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين صحيح؟ ولما خلاص تحصل النتيجة يقول لك عبي بيانات في موقع موهبة، فأنت تجي يقول لك حدد المجالات اللي تبغاها، ففي المجال الصحي، المجال التقني، الروبوت، الثقافي، فاحنا اخترنا مجال الصحي يعني. فكانت يعني الجهه المسؤوله جامعه الامام محمد بن سعود هي اللي حتقدم برنامج الصحي لهذه السنه. ممتاز. أي. ليش اخترتوا المجال الصحي نواف؟ يبدو ان كان ميولي للطب. يبدو هو ميولك للعلوم الطبيه صحيح؟ هو اردنا بعض التغيير ايضا. كنا في الصيف الماضي عن التقنية والمعلومات والحاسب. ممتاز. فأردنا تغيير السنة هذه. العام الماضي شاركت في تقنية المعلومات والحاسب؟ نعم. جيد. وكيف كانت مشاركتك؟ والله الحمد لله. ليش السنة هذه غيرت؟ أردنا تغيير. جيد. يعني لم تكن هناك مثلا والله رغبة لموضوع معين، إنما إنك تخوض يعني غمار التجربتين. نعم. جيد. وأنت ما شاء الله لابس رياضي، يبدو لي إن لك مشاركات رياضية. نعم. كنا في شهر 6 قبل شهر في معسكر المنتخب السعودي هنا في الرياض. نعم. في ملعب الملز. كانت تمارين هناك. كانت بطولة آسيا. نعم. درجة الشباب ودرجة الأولى. طبعا كان المعسكر شهر أسبوعين في الرياض وأسبوعين في فيتنام. ممتاز. حيث البطولة هناك. جيد. ياسر أنت وش اللي دفعك مثلا لاختيار هذه المواضيع؟ طبعا هي المحاور ثلاثة، تذكرونها لي ولا أذكركم فيها أنا؟ وحدة القلب والدورة الدموية. ممتاز. ووحدة التوعية الصحية ووحدة التقنيات الطبية. ممتاز. ويبدو لي حتى ثلاث هذه المحاور أو اللي تسمونها أنتم وحدات مريتم عليها أسبوع بعد أسبوع. أيوه باقي أسبوع. أنتم باقي عاد ما انتهيتوا. باقي وحدة. كم باقي وحدة. الأسبوع القادم. نعم. هي ثلاثة أسابيع مدة البرنامج. نعم. كنتوا تدخلون باختبار وإحنا
بالأمس كان معنا الدكتور عبد الله قريطان العنزي وهو طبعا مدير إدارة التدريب ولعمادة الموهبة والإبداع بجامعة الإمام. هذا للمشاهدين الأعزاء، كان متواجد معنا وتحدثنا عن برنامج موهبة جامعة الإمام، وذكر أنه في كل وحدة في بداية الأسبوع تدخلون في اختبار ثم في اختبار ثاني. كيف وجدتم الفارق بين الاختبار؟ كبير مرة طبعا، كان جدا كبير. كانت يعني مسألة، يعني تدخل الاختبار في أول يوم ما عندك معلوماتك الذاتية، بس قدمتها في الورقة. يعني أنا مثلا يعني يعني مثال، عندنا دورة القلب والدورة الدموية. الاختبار الأول أول يوم جبت فيه 5 من 14. نهاية الأسبوع بعد ما أخذنا الدورة وفهمنا إيش هو القلب والدورة الدموية، الحمد لله جبت 14 من 14 كعلامة كاملة. ما شاء الله ما شاء الله. وأنا كذلك نواف الدرجة الكاملة. يعني كانت الدورة جدا ممتازة، يعني استفدت منها بشكل ممتعة جدا. يعني مثلا كوحدة التوعية الصحية هذا الأسبوع، في بداية الأسبوع الاختبار الأول اللي هو ما قبل الدورة يسمونه الاختبار القبلي، جبت فيهم 15 من 30. بعد الدورة الحمد لله يعني جبت 30 من 30، بعد ما عرفنا يعني جمعنا واحد دورة التوعية الصحية. شباب أنتم لا شك طبعا أنكم متفوقون في مدارسكم، صحيح ولا لا؟ يعني هذا التفوق إن شاء الله واضح عليكم. لكن خلي أسأل الآن في نهاية هذا المشروع أو في نهاية يعني هذا البرنامج، برنامج موهبة، لا شك أنه سيكون هناك تقديم لمشاريع معينة لكم. نعم. في أي مواضيع؟ طبعا في المواضيع الصحية من باب المشاركة. نحن قسمنا إلى مجموعات. نعم. كل مجموعة يمكن حوالي 4 طلاب أو 5 طلاب. في نهاية البرنامج بإذن الله سيقدم كل مجموعة ابتكار أو اختراع في المجالات الصحية تفيد المرضى وتفيد أيضا الأطباء. ممتاز. لكن هل هناك مثلا شيء تم اختراعه أو ابتكاره من قبلكم أنتم؟ نعم جاهزين الآن كمجموعة طبعا، بنحاول كجروب كامل الجروبات يعني هي بتحاول تقدم الابتكارات. طبعا هذا لكم شباب وكذلك للمشاهدين الأعزاء، هذا طبعا جانب من فعاليات برنامج موهبة جامعة الإمام 1433. كانت كاميرا يوميات جمعية حاضرة لا شك. حدثونا عن التنظيم الآن. أنتم نواف من خميس مشيط وياسر من جدة، كيف وجدتم الاستقبال بمجرد حضوركم إلى هنا؟ طبعا هو ذكر ذلك طبعا الدكتور عبد الله عن انه والله كان هناك تنظيم كبير، وبمجرد وصولكم الى الرياض كان استقبالكم في المطار كان عندهم آلية تنظيم. يلا حدثنا عن هذه الآلية. كل 5 يعني انا مثلا من جدة وعندي 2 من المدينة وواحد من الدمام جايين على المطار في بين ساعتين تقريبا، مثلا من الساعة 1 للساعة 3. فيجينا مشرف مسؤول للمطار، ويعني مشرف من جامعة الإمام مستقبلكم في المطار اللي هو مشرف السكن. ويعني استقبلنا للسكن الطلاب يعني. جيد. وهناك كما يرى كذلك المشاهدين، وهذه تمك عاد نواف انت رياضي، كان هناك برضو أنشطة رياضية، هذا يعتبر أيضا من التنظيم. نعم يعني الحمد لله كان يبدو لي أنتم يوميا عندكم برنامج رياضي وثقافي. نعم ممتاز. يعني الحمد لله كان يعني البرنامج جدول بترتيب. نعم. من الصباح إلى الظهر دورات في الوحدات الصحية اللي سبق ذكرها، والنشاط الرياضي يكون بعد المغرب. النشاط الرياضي يكون بعد المغرب إلى العشاء ويوميا. أنت طبعا لا شك أنك رياضي وكانت لك مشاركات رياضية، لكن ياسر يمكن اخترت الأنشطة الثقافية ولا شو؟ يعني بس في يعني مجال شكلك دافور يعني. ما شاء الله عليك يعني تحب الكتاب.
احب الكتاب يعني. طبعا بالتوفيق لكما جميعا. لكن الان انا بودي ان اتحدث عن هذه الوحدات، مثلا وحده التقنيات الطبيه ان انهيتوها. انا انهيتها ونواف الكباري الاسبوع القادم باذن الله. طيب حدثنا عن وحده التقنيات الطبيه، ايش اللي استفدتوا انت من هذه وحده التقنيات الطبيه مع الدكتور خالد البريكت؟ طبعا كانت يعني بصراحه مسليه يعني جدا، ويعني اعطتني معلومات كبيره يعني. في اليوم الاول، هو اسبوع كامل الدوره، اليوم الاول تكلم الدكتور عن العلماء المسلمين مثل الزهراوي، ابن النفيس، ابن سينا. طبعا يعني كنا ما نعرف معلومات عن يعني علماء مسلمين. هذه تقنيات يا ساتر، هذه علوم تاريخيه. أيوة بس تاريخ الطب فين النقطه هنا؟ انه العلماء هذول ايش سووا في تاريخ الطب؟ يعني مثلا الزهراوي التقنيات الطبيه اخترع يعني حوالي 200 اداه جراحيه افادت العالم اجمع يعني. الزهراوي ادوات جراحيه، مثل حوالي 200 ادوات جراحه حقت الخياطه وال ممتاز. يعني ادوات كثيره. جيد. بس هذه ما تعتبر تاريخ الطب الاسلامي. هذا اليوم الاول لسه بنتكلم عنه. بعدين اليوم الثاني كان الدكتور جاب لنا ادوات، ورانا فيديو عن كيف استخدام الادوات الجراحيه. طبعا التطبيق شوية صعب، فابتكرنا ابتكار يعني. احنا جبنا صندوق كرتون واخذنا الايباد فوق وفتحنا ثقب يعني في الكرتون من فوق، على اساس اننا نبتكر بطن مريض. كان يعني بنشوف بطن مريض وبنستخدم ما جابوا لكم يعني جثث مثلا حقيقية؟ لا صعب يعني ولا يمكن لسه صغار في السن، يمكن ما تستوعبوا. هي مو مرحلة صغار، مرحلة إن يعني جثث كاملة يتم تشريحها يعني صعب بالمرة يعني لطلاب موهبة، خصوصا يعني كلية الطب أنهوا العام الدراسي يعني كان دوب قريب، فالجثث مستهلكة يعني خلصت يعني. طيب جد يوروكم شيء. طيب أنا بودي أن أتحدث أيضا عن أنت، لا شك أنك أخذت وحدة القلب والدورة الدموية وكذلك وحدة التوعية الصحية، حدثنا عن وحدة منهم، عطنا وحدة القلب والدورة الدموية. بالنسبة لوحدة القلب والدورة الدموية في اليوم الأول كانت تتحدث عن احتشاء عضلة القلب اللي هي الجلطة القلبية، فمسبباتها، أعراضها، من هم الناس المصابين فيها. يعني من أعراضها يكون الشخص غير قادر على القيادة، تكثر الحوادث بسبب هذه المرض. طبعا هي إذا جت فجأة. نعم صحيح. نعم. ممكن الإنسان أن يفقد وعيه، ممكن يعني هي في أمور كثيرة تترتب على الجلطة. طبعا طلعنا المعمل، معمل فيه يعني أجزاء من جسم الإنسان يعني، لكنها حقيقية ومشمعة. طيب أنا بودي أيضا نتحدث عن التوعية الطبية، وربما كان لكم أيضا مشاركات هناك من البرامج التي عرضت عليكم وبشكل عملي، منها مثلا اللي هو الإنعاش الرئوي. تمام. اليوم كان عندنا الدورة مع الفريق، احنا أخذناها في الأسبوع اللي راح. في الأسبوع الماضي. طيب إيش اللي استفدتوه من الإنعاش الرئوي؟ طبعا استفادة كبيرة، عرفنا كيف يعني نوقظ شخص يعني. ممكن أنت يعني ما يعني لو فرضنا منكم الحين يعني الدورة، عرض أي دورة دورة المشاهدين تعطونا نقدر نقدم يعني. طيب كيف، ما هو الإنعاش الرئوي؟ الإنعاش الرئوي طبعا أنت عندك شخص مغمى عليه في الأرض، أو إنه لسه في حالة وعي يعني ما أغمى عليه تماما. هلوسة. تيجي إيه عنده، تلاقي أول شيء تشوف سلامة المكان المحيط، ما يكون في غازات سامة، سيارات، حوادث وسط الشارع طبعا ممكن يعني يكون طايح ولا شيء. تأكد من سلامة المكان، بعدين يعني تقدم نفسك لي وتقول له انا عندي شهاده مسعف لمده يعني سنتين، واقدر اقدم لك مساعده، انت تبغاها ولا ما تبغاها؟ طبعا هو له احقيه في الرفض. هذا انت تعرض عليه؟ ايوه انا اعرض عليه يا راجل. أيوة.
الرجال مغمى عليه طيب كيف؟ لا لسه مو في حالة إغماء. وحتى لو قبل الإغماء هي حالة شبه هلوسة تسمى يعني. أيوة بس المريض له الأحقية يعني كان عندنا في الدورة الأحقية في الرفض. فإذا رفض أنت مسعف حتقعد جنبه تطلب يعني النجدة وبعدين تتصل بالإسعاف ألين ما يجي. وطبعا الإسعاف هي جهة يعني خلاص ما في أنه تبغى ولا ما تبغى ايه على طول بالقوة يعني. طيب ثم بعد ذلك كيف يتم الإنعاش الرئوي مثلا؟ هل كان مثلا هناك تجربة عملية أمامكم؟ ايه في تجربة عملية وفي عدة خطوات عشان يعني تسوي عملية الإنعاش القلبي الرئوي. الخطوة الأولى تتأكد أن المكان آمن يعني يكون في غازات سامة أو أنه في يعني في طريقة عامة يمكن تدهس لأن المسعف صحته أولى من صحة المريض أو المصاب. طبعا هو لا شك أنه كان ربما هذا البرنامج يحتوي على أكثر من تجارب عملية وهناك الكثير يبدو لي حتى من الاختراع التي قدمت من قبل الطلبة. لكن حدثونا مثلا أنا بالأمس كان الدكتور طبعا عبد الله موجود وتحدث عن السماعة اللاسلكية ما أدري شرح لها عنكم في البرنامج. هي مشكلة انه مثلا يعني احنا كمسلمين في يعني مثلا المرأة الدكتور المرأة يعني ممكن تتحرج يعني تحرج انه الدكتور يكشف عليها يعني في منطقة الصدر. ففي دحين سماعة لاسلكية يعني ابتكرناها. هي بدال السماعات ما يحطها الدكتور في اذنه في الغرفة ويتفحص هو سماعة لاسلكية الدكتور يخرج برا الغرفة وتكون سماعة حقت الدكتور يعني بس مع مكبر للصوت وجهاز استقبال تنحط على الصدر يعني بكل أريحية. فخلاص يعني الدكتور يسمع نبضات القلب وممكن يعني يقيس الحرارة. في فكرة ثانية يعني كسترة ممكن يلبسها المريض تقيس الحرارة. طبعا هذا يعتبر ربما الاختراع شيء جميل. لا شك انه مثل هذه الاختراع يعني وانتم لا زلتم طلبة لا شك انها تحفزكم مثلا لانجاز مثلا عمل معين. هل في بالكم شيء مسبق قبل ما تدخلوا مثلا برنامج موهبة؟ هل كان مثلا عندكم فكرة ابتكار او اختراع معينة في المجال الصحي في مجالات اخرى؟ طيب حدثنا وش الاختراع اللي مثلا كانت عندي فكرة لوحات إرشادية إلكترونية توفر أكبر قدر من الطاقة الكهربائية. طبعا اللوحات هذه تعمل على حساسات ضوئية فعندما تقطع السيارة هذا الحساس الضوئي تعمل اللوحات هذه يكون فيها عبارات إرشادية وقد تكون مثلا في بعض المدن السياحية ترشد إلى المناطق السياحية أو ترشد المصطفين هنا. نعم. ياسر ما كان لي يعني فكرة ابتكار واختراع بشكل الفعل يعني دخلت الدورة فعلى طول الأفكار بدأت تحوم في رأسي. ياسر أنت كان لك رغبة من البداية في المجال الطبي الصحي؟ أنا يعني حلمي يعني أني أكون طبيب يعني. نعم حلمك ولا هل أيضا أنت مثلا تحب هذا المجال ترغب مثلا هناك بعض المواد مثل الأحياء مثل أو أنتم لسه باقي عاد العلوم كان في رغبة مثلا؟ الوالد والوالدة الله يحفظهم يعني تخصصهم أحياء ما شاء الله ففي يعني دوافع كبيرة منهم يعني أني أخش في مجال الطبي يعني يعني كان حريصين يعني أني أكون بقدر يعني عالي من الكفاءة أنه ممكن في الجامعة يعني أجيب نسبة عشان أدخل الدكتوراة. فهذا البرنامج يعني بيديني فكرة عامة أو صورة عامة عن كيف ممكن أكون في المستقبل. طيب أنا بودي أن تحدثوني الآن شباب أنتم لازلتم يعني طلبة في التعليم العام كيف وجدتم هذه المشاركة في برنامج موهبة جامعة الإمام 33؟ هل هي مفيدة؟ قيموها لي بشكل يعني عن طريقة نسبة مثلا. أنا والله استفدت 90% من الذي طرح من الأمور التي طرحت وإن لم تكن مثلا هناك فائدة ربما علمية على الأقل استفدت أن خالط بعض الطلبة الموجودين في الجامعة المشاركين من الأنشطة الرياضية وكذلك ربما ذكر الدكتور أيضا
انه كان لكم حتى مشاركات، هناك دورات تدريبيه في تطوير الذات كانت تعطى لكم بعد صلاه العصر يبدو. نعم حدثوني الظهر او الظهر ما في مشكله، حدثوني عن الفائده. بالنسبه للفائده انا شاركت في البرنامج موهبه الصيف السابق لعام 32 في اي جامعه؟ في جامعه الامام. طبعا هو يتم التوزيع عن طريق برنامج موهبه، وهذا اللي ذكر دكتور عبد الله. لكن حظك تجي مرتين جامعه الامام والله جيد. فكانت يعني الفائده بالنسبه للعام هذا كانت والله فائده كبيره يعني اكثر من العام السابق. بالنسبه يعني كنا أشياء جديدة علينا طرحت مثلا في أمراض السكري، أمراض السمنة، احتشاء عضلة القلب، الجلطة، القلب، الدورة الدموية، يعني كانت أشياء جديدة ويعني مفيدة. أي والله علينا. وياسر طبعا كانت تجربة بصراحة ناجحة يعني ما قصر يعني. لو قدر لك العام القادم بتقدم مرة ثانية إن شاء الله بإذن الله يعني ما قصروا معنا يعني، برنامج ناجح بكل مقاييس واستفدت منه علميا بشكل كبير. جيد. طبعا أنا بودي أن أسألكم بداية من تشكرون أو نهاية من تشكرون؟ في البداية نشكر صاحب الجلالة الملك عبد الله وولي عهد الأمين على توفير الرعاية للموهوبين. نشكر جميع من ساهم في إنجاح وتميز هذا البرنامج من دكاترة ومشرفين. وفي النهاية أثني شكري عليهم. وياسر والله يعني طبعا مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع ما قصروا، الله يديهم كل عافية. جامعة الإمام عمالة الموهبة والإبداع وتميز بجامعة الإمام ما قصرت، أدت يعني الطلاب شيء يعني للجيل المستقبلي إن شاء الله في هذا البلد إنه يكون جيل قوي جدا يقدر يعني يوصل المراتب العليا في بين دول العالم. ترى انا في واحد معي في الاير بي سي يكلمني الان في السماعه يقول ما شكرتوه فيصل العتيبي. الله يستاهل الشكر. الله يستاهل الشكر. ما شكرتوه لكن طيب نحن كذلك نشكركم، وان لم تشكرونا انتم ما شكرتوا قناه عالي ولا شكرتوا برنامج يوميات جمعيه، لكن احنا شاكرين لكم نواف المداوي وكذلك ياسر خوجة، وانتم طلبه مشاركين ببرنامج موهبه جامعه الامام 33. أتمنى لكم التوفيق. يعطيكم العافية. كذلك في قناة علي لا شك أننا نوجه الشكر مجددا لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله. هو راعي نهضة ومسيرة التعليم في المملكة العربية السعودية، وهذه البرامج ما جاءت إلا تنفيذا لتعليماته حفظه الله وأيده الله، ونسأل الله عز وجل أن يتم هذه المسيرة. إذا مشاهدينا الأعزاء فاصل قصير، بعده نتابع وإياكم باقي فقرات يوميات جمعية، ابقوا معنا.
حياكم الله مشاهدينا الأعزاء من جديد، نتابع وإياكم فقرات يوميات جمعية في هذه الفقرة. ولا شك أن في كل أسبوع لنا تغطية لأهم أخبار المبتعثين في برنامج خادم الحرمين الشريفين وغيرهم. لا شك هؤلاء الذين هم لهم جل الاهتمام واهتمام كبير مع طلبتنا الأعزاء في المملكة العربية السعودية ممن ابتعثوا في الخارج سواء غربا أو شرقا في الدول المتقدمة وفي الجامعات العريقة وفي التخصصات المختلفة أيضا، الذين سيعودوا بإذن الله إلى أراضي الوطن ليساهموا في التنمية الاقتصادية وغيرها. نتابع وإياكم هذا التقرير الذي أعده الزملاء عن المبتعثين وأهم أخبارهم في هذه الجولة إليكم. طلبة نادي مانشستر يبايعون صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز وليا للعهد. تقدم مسؤولو وأعضاء نادي الطلبة السعوديين بمانشستر بأسماء آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز على الثقة الميمونة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتعيينه وليا للعهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء، مبايعين سموه على السمع والطاعة في المنشط والمكره، سائلين المولى عز وجل أن يعينه ويسدد خطاه وأن يحفظ حكومتنا وولاة أمرنا ذخرا للإسلام والمسلمين. 100 شركة ومؤسسة بالقطاع الخاص تطرح 10,000 وظيفة جديدة بمعرض توطين. تطرح 100 شركة ومؤسسة بالقطاع الخاص حوالي 10,000 وظيفة على الشباب السعودي بجدة السبت القادم عبر معرض توطين الوظائف الذي يقام تحت شعار فرصة حقيقية لأيد سعودية تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وذلك في فندق هيلتون جدة. وأوضحت رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة العنود أبو النجا أن الوظائف التي ستعرض على الشباب في المعرض مهنية وإدارية وقيادية، وتبدأ رواتبها من 3,000 ريال وحتى 15,000 ريال، مؤكدة التزام الشركات المشاركة بإرسال جميع الوظائف المتوفرة لديها إلى إدارة المعرض منذ وقت مبكر، مرفقا بها طبيعة الوظيفة وساعات العمل والراتب المقترح، وذلك للتأكد من مصداقيتها. وأفادت أن معرض توطين الوظائف الذي يقام في مدينة جدة يعد الثاني من نوعه لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص، وذلك بعد معرض الرياض الذي أقيم مؤخرا ونجح في توظيف 6,000 شاب وفتاة، مشيرة إلى أن المعرض سينتقل في دورته الثالثة إلى المنطقة الشرقية في بداية عام 2013. وأوضحت أن المعرض سيوفر غرفا للمقابلات الشخصية للقاء أصحاب العمل بالشباب المتقدم للوظائف، مشيرة إلى أن الراغبين في المشاركة يمكنهم الحضور إلى المعرض أو إرسال سيرتهم الذاتية كاملة عبر التسجيل عبر موقع توطين www.toutinksa.com. وأكدت أبو النجا إتاحة الفرصة للمؤهلين وغير المؤهلين للتقدم للحصول على وظيفة عبر المعرض، لافتة في هذا السياق إلى الاتفاق مع عدد من مراكز التدريب الأهلية على تقديم دورات تدريب مجانية للشباب مقابل السماح لها بإقامة أجنحة متخصصة لها بالمجان. الإيسيسكو تصدر مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين الأديان بثلاث لغات مختلفة. أصدرت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو كتابا بثلاث لغات، العربية والإنجليزية والفرنسية، بعنوان مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، المنجزات والآفاق المستقبلية. وكان الكتاب في الأصل عبارة عن وثيقة تحريرية أعدتها الإيسيسكو واعتمدها المؤتمر الإسلامي السابع لوزراء الثقافة الذي عقد في الجزائر العاصمة في شهر ديسمبر عام 2011. وأوضح المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الدكتور عبد العزيز بن عثمان تويجري في مقدمته للكتاب أن التحولات العميقة التي عرفها العالم مع نهاية القرن 19 الميلادي وفي ضوء المتغيرات المتسارعة التي شهدتها الإنسانية في مطلع الألفية
انبثقت عنها أفكار تنويرية تأسيسية رائدة حول تعزيز السلام العالمي والسعي من أجل بناء المستقبل الآمن للبشرية في ظل الوئام والتعايش والحوار بين الثقافات والحضارات وبين أتباع الأديان كافة. وقالت ويجري إن القوة الذاتية النافذة التي تكتسبها هذه الأفكار البناءة التي تستهدف إصلاح الخلل في العلاقات الدولية التي ترمي إلى تقوية وشائج التقارب والتفاهم والتعارف بين الشعوب والأمم قد دفعت بالجمعية العمومية للأمم المتحدة إلى تبني فكرة الحوار بين الثقافات. وأضاف أن هذه الأفكار تطورت بعد ذلك ونضجت وتجاوب معها الرأي العام العالمي حتى تبنت الأمم المتحدة فكرة التحالف بين الحضارات. فأنشأ الأمين العام السابق كوفي عنان جهازا لتنفيذ هذه الفكرة هو المفوضية السامية لتحالف الحضارات، وقال أمام تصاعد موجة الكراهة والعنصرية والتميز وازدراء الأديان والتجديف ومهاجمة الرموز الدينية، كان لابد من مبادرة تتسم بالقوة والشجاعة والتوازن لتعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، تفتح المجال على الصعيد الدولي لحركة إنسانية من خلال تعزيز قيم الحوار ونشر ثقافة السلام عن طريق الحوار بين أتباع الأديان والثقافات. واستطرد قائلا لقد جاءت مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في الوقت المناسب الذي يتطلع فيه العالم إلى جهود دولية للإنقاذ من الأخطار التي تهدد استقرار المجتمعات الإنسانية جراء استفحال ظاهرة الكراهية والعنصرية والعداء وتفاقم حالة الاضطراب في العلاقات الدولية نتيجة لاتساح مساحات بؤر التوتر في عديد من المناطق. وأوضحت ويجري أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات قد تبلورت ومرت بمراحل ثلاث تتمثل في ثلاثة مؤتمرات، أولها المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار بين أتباع الأديان المنعقد في مكة المكرمة في شهر يونيو العام 2008 للميلاد، ثانيها المؤتمر العالمي للحوار المنعقد في مدريد في شهر يوليو العام 2008، وثالثها الاجتماع رفيع المستوى للحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات المنعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر نوفمبر العام 2008 للميلاد، مشيرا إلى أن هذه المراحل الثلاث أفضت إلى التفكير في إيجاد صيغة عملية لتنفيذ المبادرة. وقال لقد جاء إنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي لحوار أتباع الأديان والثقافات في شهر أكتوبر 2011 تجسيدا لهذه الصيغة وتعبيرا عن الإرادة الدولية الخيرة الهادفة إلى الاستفادة القصوى من مبادرة خادم الحرمين الشريفين، ما يجعلها وسيلة لتعميم الحوار الحقيقي على شتى المستويات بين المنتمين إلى الثقافات والحضارات الإنسانية ذات التنوع الخلاق. استطلاع آراء أعضاء نادي الطلبة في مدينة سيدني حول اللقاء الثقافي الشهري. أعلن نادي الطلبة السعوديين بمدينة سيدني الأسترالية عن إجراء استطلاع رأي بين أعضاء النادي لتحديد رؤيتهم حول إمكانية إقامة لقاء ثقافي شهري بمشاركة وتقديم عدد من المبتعثين المتميزين، بالإضافة إلى الانتفاع من خبرات الجالية الإسلامية بالمدينة الأسترالية، على أن يقام مساء ولمدة ساعتين فقط، وبمجرد قيام إدارة النادي بالحصول ورصد المعلومات المتعلقة بآراء الأعضاء حول شكل ونوعية القضايا التي سيتم مناقشتها بين أروقة اللقاء الثقافي، من المنتظر أن يتم التفعيل بشكل فوري وإطلاق العمل باللقاء للوصول إلى تحقيق النتائج الإيجابية من وراء إقامته بالنادي. سفارة المملكة لدى كوريا تفتح سجلا لوفد الشباب المشارك في منتدى الحوار بسيول لمبايعة ولي العهد. فتحت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى كوريا الجنوبية لوفد الشباب السعودي المشارك في منتدى حوار الشباب السعودي الكوري والمنعقد حاليا في سيول سجلا لمبايعة وتهنئة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وذلك بمناسبة اختيار سموه وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع. ورفع وكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصادية والثقافية رئيس وفد الشباب السعودي السفير الدكتور يوسف بن طراد السعدو التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله بمناسبة اختيار سموه وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع،
داعيا المولى عز وجل أن يعين سموه الكريم ويوفقه لأداء مهامه بخدمة الدين والمليك والوطن. كما رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوريا الجنوبية أحمد بن يونس البراك التهنئة باسمه وباسم منسوبي السفارة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله بمناسبة اختيار سموه الكريم وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع، سائلا المولى عز وجل أن يوفق سموه الكريم ويعينه على أداء الأمانة. وقام المشرفون والشباب المشارك في منتدى الحوار الشباب السعودي الكوري بتسجيل البيعة والتهنئة، داعين المولى عز وجل أن يوفق صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مهامه وفي حمل الأمانة. رحلة رياضية في أوبن للاعب البينت بول السبت القادم. قررت اللجنة الثقافية في منطقة أوبن التابعة لنادي الطلبة السعوديين بمدينة سيدني تنظيم رحلة رياضية للعب الكرات الملونة البينت بول، وذلك يوم السبت القادم الموافق 30 يونيو الحالي، خلال احتفالية متميزة تكريم الحاصلين على الدكتوراه في نادي طلبة كولشستر. تقدمت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة السعوديين في كولشستر إلى أعضاء النادي للمشاركة بفعالية في احتفالية تكريم الحاصلين على درجة الدكتوراه، وهم الدكتور المنذر حرشان والدكتور ناصر طيران والدكتور سلطان الحاتمي، حيث تلقت إدارة النادي الشكر والتقدير من المكرمين والحضور للمشهد المتميز الذي ظهرت عليه الاحتفالية والتي أقيمت مساء يوم 23 من يونيو الماضي. تكليف نائبي رئيس نادي الطلبة بميلبورن بإدارة شؤون النادي لمدة 42 يوما. قرر الأستاذ أحمد بن عبد الرحمن الجهني رئيس النادي السعودي في ميلبورن تكليف نائب رئيس النادي للشؤون الإدارية الأستاذ مثنى بن ناصر العضيب لتولي مسؤولية إدارة النادي خلال الفترة من 18 يونيو وحتى 28 يونيو الحالي. كما تضمن القرار تولي نائب رئيس النادي لشؤون الجمعيات الأستاذ منزل بن محمد البيالي مسؤولية إدارة النادي في الفترة من 29 يونيو الحالي وحتى 31 يونيو القادم. جاء قرار رئيس النادي السعودي في ميلبورن بتولي النائبين مسؤولية إدارة النادي نظرا لتواجده خلال هذه الفترة في المملكة لقضاء الإجازة السنوية. نادي طلبة فانكوفر يشارك للمرة الأولى في فعاليات اليوم الوطني في كندا. أعلن نادي الطلبة السعوديين في فانكوفر عن المشاركة في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الكندي المقرر إقامته خلال اليوم الأول من يوليو القادم، لتكون المرة الأولى في تاريخ الأندية الطلابية السعودية على مستوى العالم التي تقوم بالمشاركة في مثل هذه الفعاليات الوطنية في بلدان الابتعاث. وطالب مسؤولو النادي جموع الطلاب المبتعثين بالمشاركة في الفعاليات الاحتفالية الوطنية الكندية من خلال التسجيل بالاستمارة الخاصة بالمشاركة، مؤكدين أن الاحتفالية سيتم بثها بواسطة وسائل الإعلام الكندية والعالمية على السواء، خاصة أن الاحتفالية يشارك بها قرابة 200,000 شخص سنويا. انطلاق ملتقى الوحيين السادس ومسابقتي القرآن والسنة بنادي ساوث هامبتون. أعلنت إدارة نادي الطلبة السعوديين بساوث هامبتون وبإشراف من الهيئة الإدارية العامة لأندية الطلبة السعوديين بالمملكة المتحدة وإيرلندا للدورة 31 بدء انطلاق ملتقى الوحيين السادس مسابقتا القرآن الكريم والسنة النبوية للعام الحالي 1433-2012. يهدف الملتقى إلى المساهمة في حفظ كتاب الله عز وجل وسنة نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، وحث الطلبات المبتعثين والمبتعثات وذويهم على تخصيص جزء من أوقاتهم لممارسة القرآن والسنة وهم في بلدان الابتعاث، وتعزيز ارتباطهم بديننا الحنيف وتكريم حفظة القرآن والسنة، وحث الآخرين من مختلف الشرائح العمرية على الاقتداء بهم، وهو ما يعني تنمية روح المنافسة الشريفة في الخير وتعزيز التواصل الاجتماعي بين الطلبة وأفراد أسرتهم في مختلف المدن البريطانية. طور نفسك واكتشف شخصيتك في دورة جديدة في نادي الطلبة بهاليفاكس.
أعلن نادي الطلبة السعودي في هاليفاكس عن تنظيم اللجنة الثقافية بالنادي دورة جديدة بعنوان طور نفسك واكتشف شخصيتك، التي انطلقت يوم السبت الماضي الموافق 23 يونيو الجاري. يحاضر فيها المدرب الدولي الأستاذ عبدالعزيز الهزاع. ومن المقرر أن تتضمن عناصر الدورة ما يلي: حل المشكلات بطريقة إبداعية، وقانون عظم السمكة الإيشيكاوا، وفن الحديث، وتحليل لغة الجسد، وتحليل لشخصيات الحضور. مدة الدورة 4 ساعات فقط، ومن المقرر منح الحضور شهادات تفيد المشاركة في هذه الدورة. محاضرة وحلقة نقاشية عن شروط الإقامة وتصاريح العمل بكندا في نادي الطلبة بفانكوفر. أقام النادي السعودي بمدينة فانكوفر الكندية يوم السبت الموافق 23 من الشهر الجاري حلقة نقاشية بقاعة الاجتماع الأسبوعي في الكريك سايد بمدينة فانكوفر مع أحد ممثلي دائرة الهجرة الكندية للإجابة على تساؤلات الطلاب المبتعثين عن التأشيرة والإقامة والشروط الخاصة بها، إضافة إلى إلقاء الضوء على كيفية استخراج تصاريح العمل. يقوم بالإجابة على تساؤلات الطلاب المبتعثين السيد فيتو كونفيرتو أحد مسؤولي دائرة الهجرة الكندية، حيث سيلقي محاضرة عن شروط الإقامة والعمل في دولة كندا. تعقبها حلقة نقاشية يتم خلالها الإجابة على جميع التساؤلات الخاصة بالطلاب لمدة زمنية تصل إلى 1.5 ساعة. حياكم الله مشاهدينا الأعزاء، استمعنا وأنتم إلى أبرز أخبار المبتعثون. ولا شك أن الابتعاث وبرنامج الابتعاث الذي ينظمه برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث عبر وزارة التعليم العالي، لا شك أن هناك مجهودات عظيمة تقدم من قبل وزارة التعليم العالي وعلى رأسهم معالي الدكتور خالد بن محمد العنقري وزير التعليم العالي، ونائبه الأستاذ الدكتور أحمد السيف نائب وزير التعليم العالي. ولا شك أن هذه المجهودات إنما هي جاءت من تعليمات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أيده الله، حتى يتم استثمار المواطن بالشكل الأمثل. وبالتالي هذه الأخبار التي جاءت من إنجازات أحيانا يحققها المبتعثون، وكذلك أحيانا من عقد ندوات ومحاضرات ومؤتمرات في الخارج، إنما هي يعني من باب أكل أو إيتاء أن تؤتي أكلها هذا البرنامج، برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث. طبعا كما قيل وهو قول للشافعي، وأحببت أن أختم به هذه الحلقة: تغرب عن الأوطان تكتسب العلا، وسافر ففي الأسفار 5 فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي. لا شك أن الابتعاث يعني دون التخصص مثلا الذي سيحصل عليه الطالب، ولا شك أنها من جامعات عريقة ومن دول متقدمة أيضا، هناك الفوائد الكبيرة التي لا شك أننا ننصح بها طلبتنا الأعزاء المبتعثين في كافة أنحاء العالم، نحن في يوميات جامعية، بأن يحققوها من الصحبة الصالحة وكذلك التعرف على ثقافات البلدان ونقل الخبرات التي والتجارب طبعا التي لا شك أنهم مارسوها وسيمارسونها في حياتهم في الغرب أو الشرق كما ذكرنا لكم سابقا. بهذه الأبيات مشاهدين الأعزاء نختم حلقة اليوم من يوميات جامعية. بإذن الله مساء السبت المقبل ستكون معنا العديد من الفقرات التي أتمنى أن تكون لكم مفيدة وممتعة، طلبتنا الأعزاء في المملكة العربية السعودية. أراكم بإذن الله في أحسن حال، حتى ذلك الوقت أترككم في رعاية الله. في رعاية الله، مع السلامة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الأعزاء في هذه الجولة الصحفية اليومية لأهم أخبار التعليم العالي الواردة في الصحف اليومية في المملكة العربية السعودية. نبدأ أخبارنا من صحيفة الجزيرة. قال إن الأمير أحمد سيكمل المسيرة لمواجهة المستقبل. مدير جامعة تبوك: شخصية الأمير سلمان فريدة وحضورها قوي. رفع معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبد العزيز بن سعود العنيزي تهانيه ومنسوبي الجامعة كافة بمناسبة اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي للعهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء. وقال: نحمد الله عز وجل أن من علينا بقيادة حكيمة استطاعت منذ تأسيس هذا الكيان أن ترسم ملامح الاستقرار وتجسد صورة التمرحل الإداري والسياسي بسلاسة يراها المحللون والمفكرون أنموذجا للدولة التي تسير في أفق الزمان والمكان برؤية لا تحيد عن مسارها وخطى تملأ الطريق بمشاهد التكاتف والتآزر بين أفراد الأسرة المالكة بل بين أفراد الشعب بكل أطيافه. ولعل اختيار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود وليا للعهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء يعكس هذا المشهد. الخبر التالي مشاهدينا الأعزاء من صحيفة الحياة، حيث جامعة طيبة تستقبل 57,000 طلب التحاق. وفي ثنايا الخبر أن أعلنت جامعة طيبة في المدينة المنورة استقبال 57,227 طلب التحاق بكليات وبرامج الجامعة في المدينة المنورة وفي فروع الجامعة بمختلف المحافظات المنطقة للسنة الأكاديمية الجديدة. وأوضح مدير جامعة طيبة الدكتور عدنان المزروع أن عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات ترشيحهم وأكملوا إدخال بياناتهم في البرنامج المخصص للقبول عبر الموقع الإلكتروني للجامعة حتى أول من أمس بلغ 33,273 طالبا، فيما بلغ عدد الطالبات المتقدمات 23,961 طالبة، مبينا أن فترة تقديم طلبات الترشيح للطلاب والطالبات ستنتهي في تمام الخامسة من عصر اليوم. الخبر التالي مشاهدين الأعزاء من صحيفة الندوة، حيث جامعة الملك سعود تحصل على براءتي اختراع. وفي ثنايا الخبر أن حصلت جامعة الملك سعود على براءتي اختراع من مكتب براءات الاختراع الأمريكي. الأولى جاءت تحت عنوان الكشف عن سرطان الرئة بواسطة التحليل الضوئي لسوائل الجسم من كرسي أبحاث سرطان القولون بكلية الطب، والثانية تحت عنوان طريقة للتمييز بين أورام البروستات الخبيثة والحميدة من كرسي الأميرة الجوهرة الإبراهيم لأبحاث سرطان البروستات. وأوضح المشرف على برنامج الملكية الفكرية وترخيص التقنية دكتور خالد بن سعد الصالح أن البرنامج تولى إجراءات متابعة البراءتين حتى المنح من المكتب الأمريكي، عادا براءتي الاختراع تتويجا لمنهجية تسير عليها جامعة الملك سعود من خلال تحقيق التعاون والشراكة المتكاملة بين الجهات البحثية المتميزة فيما بينها. الخبر التالي مشاهدينا الأعزاء من صحيفة المدينة، حيث الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي بكليات جامعة الفيصل بالأحساء. في ثنايا الخبر أن أصدر وكيل جامعة الملك فيصل للدراسات العليا والبحث العلمي بالأحساء الدكتور عبد العزيز بن عبد المحسن الملحم
قرارا بقبول عدد من الطلبة في برامج الدراسات العليا لمرحلة الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي في كليات الجامعة اعتبارا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 33-34 للهجرة، على أن يتم طباعة إشعار القبول إلكترونيا من بوابة القبول ومراجعة عمادة الدراسات العليا لمطابقة الشهادات واستكمال إجراءات القبول للطلاب فقط. وبالنسبة للطالبات فعليهن مراجعة منسقة عمادة الدراسات العليا بقسم الطالبات لمطابقة وثائقهن أيضا، وينتهي بنهاية دوام 14-8-33 للهجرة، علما أنه سوف يتم إلغاء القبول في حال عدم استكمال إجراءات القبول بنهاية التاريخ المحدد. الخبر الأخير في هذه الجولة مشاهدين الأعزاء من صحيفة عكاظ، حيث جامعة الدمام تعلن الدفعة الأولى من المرشحين للقبول. أعلنت جامعة الدمام عن الدفعة الأولى من المرشحين للقبول ببرامج ومسارات الجامعة للعام الجامعي 33-34 للهجرة للطلاب، حيث بلغت نسبة القبول على المسار الصحي 87.33% والمسار الهندسي 85.19% والمسار العلمي 83.52% وكذلك 87.82 لكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع و 82.54 لكلية التربية. وأهابت الجامعة بالطلاب المرشحين للقبول سرعة طباعة نموذج البريد الممتاز والتعهد، وذلك بالدخول على الرابط استعراض طلب سابق من خلال بوابة القبول في موقع الجامعة. بهذا الخبر مشاهدين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة اليومية في الغد، كذلك جولة جديدة حتى ذلك الوقت. أترككم في رعاية الله.